البنانة والمجسمات. مين على الباب؟ أنا هرم رباعي، لي رأس واحدة وقاعدتي على شكل مربع ولها أربع رؤوس. مين على الباب؟ أنا متوازي المستطيلات، عندي ستة أحرف، عندي ستة أوجه، عندي ابن اثنا عشر حرف، عندي تمن رؤوس. مين على الباب؟ أنا أسطوانة، ليس لي أوجه ولا رؤوس، لي قاعدتان على شكل دائرة. برافو يا دودي. مين على الباب؟ أنا مكعب، عندي ست أوجه وعندي 12 حرف وعندي 8 رؤوس. برافو يا عز. مين على الباب؟ أنا المخيط، ليا رأس واحدة وقاعدة على شكل دائرة وليس لي أحرف وليس لي رؤوس. برافو يا دودي. مين على الباب؟ أنا الكرة، ليس لي رؤوس ولا أحرف ولا أوجه، لكني ألعب مع الأطفال. برافو يا سيدي، مشكوركم على حسن استماعكم.